الرز بيتشرب اهو. انا جبت لك كل التوابل اللي الراجل قال عليها. بس اهمال دي عشان انا محتاج باللي بعمله ده. طيب بص، ده الكاري باين ولا السماق، وده الزعتر والملح. لا احنا مش عايزين الاول، بس مش عارفه دي ايه. وريني. السلام. دي غالبا بودرة ثوم. طب نحط شوية كده يبقى طعمها. ما تحطيش. حاضر. طيب وريني. يعني نحط التتبيلة بقى. ايه ده؟ ده سماق باين ولا كاري، مش عارفة انا واحد فيه. سماق ده بيعمل ايه؟ ما هو بيقولوا بيطلع الحاجة طعمها حلو. حط شوية ملح. ما تحطيش حاجة انت، انا اللي هحط كل حاجة. طيب خلاص انا ساكتة اهو. حاجة غريبة جدا. انا هبص على الرز. طيب بص. ده بيتفتح ازاي ده راخر؟ اهو لا من فوق كده، من فوق بص كده. وريني فين؟ اهو كده. حط شويه صغيرين. بس اوعي احط شويه صغيرين، احط شويه تيك. طيب ماشي. خد. في ايه تاني هنحط؟ الفراخ كده ولا احط تاني؟ لا كتير قوي الفراخ دي، هنعمل بيها ايه؟ لو فضلت حاجه لما نتعشى بيها. وافرض طلعت وحشه نرميها يعني؟ لا ان شاء الله هتطلع حلوه. الرز خلاص استوى. هشوف الباب واجي لك على طول. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. جيت في المطبخ، تعالى نعمل له مفاجاه. يلا. ايوه براحتك براحتك. ما يسمعش. ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا انك؟ يا حبيبتي الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ اه والله احنا لسه جايين من دبي، يعني مفيش. طولت ما شاء الله ما شاء الله. ازيكم يا حبيبتي؟ ازيكم؟ الحمد لله كله كويس. جدو على فكرة هو اللي عامل الأكل النهاردة. ايه ده بجد؟ أنا عمري شفتك في المطبخ قبل كده. ما دي حاجات كتيرة بقت اتغيرت يا حبيبتي من ساعة ما سافرت. تعالوا اوريكم الحاجات الجديدة اللي جابها جدو. يلا يلا اطلعوا. أنا هوديهم برجع. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جدو جاب الراجل جاب لكم كل قنوات الميكي. مفيش حاجة اسمها قنوات الميكي. أيوة ما أنا ما رضيتش أقول قنوات أطفال، أنت بسم الله ما شاء الله كبار يعني. ممكن تقولي كرتون. أه حلوة كرتون دي برضه. إنما إيه التغييرات دي كلها؟ سياده اللي هو اللي حب يعمل التغييرات دي، بس بصي ما رضيش يشيل اللوحه دي، اصلها غاليه عليه قوي هو والحاجه الله يرحمها. الله يرحمه. ايه راي حضرتك حلو؟ اه لا حلو قوي تمام. ايه ده؟ ده وي؟ اه. ايه ده؟ انت عندكوا وي؟ دي بتاعت مين بقى دي؟ بتاعت سياده اللواء، الصراحه عند ناس صحابه وشافها عجبته فجابها، قال عشان ما الولاد يجوا يبقوا يلعبوا معاه. ومين اللي بيلعب بيها؟ انا وجده. يا حبايبي بتاعك. خدني بقى في وسطكوا. ايوه هقوم انا اكمل بقيه الاكل. يلا ماشي. انت طولت قوي يا استاذ. ما شاء الله. يلا هات طبقك انت كمان. خد يا حبيبي. حطيت لك قد ايه؟ بس كده كفايه كفايه كفايه. طيب بس شكرا. هات يا باشا. اظن من حقي. اه طبعا يعني لازم تذوق عمايل ايديك. مش كده؟ تسلم ايدك. بس اشكرك. لا 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 بالشوكه بالشوكه بالشوكه. هو انا قلت لك كده قبل كده؟ يلا معلش. احط لك سلطه يا باشا؟ لا شكرا. طب اجيب لكم عصير ولا ميه ولا بيبس ولا حاجه؟ لا روحي هاتي طبق وتعالي اقعدي كلي معانا. لا ما انا هاكل بعدين. لا روحي هاتي طبق وتعالي اقعدي كلي معانا. حاضر يا باشا. ها الاكل حلو جدا يا جدو. ايه؟ ايوه جدا 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 جدا. اه يا قص منك لو. طب يا وانت ايه رايك في الاكل؟ لا بجد يا انكل حلوه ان شاء الله. اه اشكرك جدا. عادي. حاضر ندوق بقى. دوقي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكله جامد قوي يا باشا. شكر قوي قوي قوي. اعتقد ان الاكل حلو. لو خلصوا طبقهم يبقى عجبهم. بألف هنا وشفها.
يا كان وحشني قوي الولاد، وانت طبعا يا حبيبتي. انا عارفه والله يا حبيبتي. ازاي البيه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. شغل كتير بس. شغل كتير ربنا يزيده. طعمها حلو قوي يا باشا، تسلم ايدك. شكر جدا. بعمل لنا منها تاني بقى، يعني مره في الاسبوع.